طبعا الأمثال الشعبية الموروثة بتدل على ثقافات يعني الأجيال بتتداولها جيل عن جيل. تلاقي في مثل كده يقول لك إيه، يا معدي الأربعين يا رب تعين. يمكن كان قصدهم مثلا إن اللي يعدي الأربعين بتبقى شوية مناعته قليلة، أعصابه شوية تلفانة، بيبقى شايف نفسه إن هو خلاص العمر مر عليه، ويا ترى عمل ايه من انجازات، هل حقق اللي كان عايزه ولا لا، وبيبدا يبقى في كلام عن موضوع ازمه منتصف العمر، واللي ممكن تبدا من 30 سنه ل 50 سنه، والبعض بيقول بتوصل ل 65 سنه، في ناس تانية بتبدا عندهم من 45 سنه، في فروق فرديه اكيد، لكن هي الفكره كلها في ان الانسان بيعدي عليه فتره سواء رجل او سيده، ويقعد بقى يفكر هو عمل ايه؟ هو انا حققت اللي انا عايزه ولا لا؟ طيب اللي انا عملته في حياتي ده كان صح ولا غلط؟ وتبدأ أسئلة كثيرة جدا جدا جدا، أفكار ثورية في هذه الفترة، ممكن يغير شريك حياته توصل لكده، ممكن يغير كارير عمله اللي طول الوقت كان بيسعى أنه يبنيه، 25 سنة ولا 35 سنة بيشتغل على الكارير ده فيسيبه ويمشي، ممكن يسافر خالص، وهكذا من أمور. الست كمان طبعا احنا خلقنا رقيقات وجذابات دائما وابدا، فلما بيجي علينا فتره كده بنشعر ان الجاذبيه دي ممكن تقل شويه، لا بنتخض بننزعج، وخصوصا ازمه منتصف العمر لما بتعدي على المراه بتبدا تبص لنفسها في المرايه، امتى طلع لي الشعر الابيض ده، لا انا بقيت اتخن، انا بقيت اخس، انا تبدا ان هي تغير في مظهرها الخارجي. ولذلك بنلاقي كتير من السيدات في هذه الازمه، وهي مش مشكلة على فكرة، هي أكبر من كونها مشكلة، لذلك سميت أزمة، بس مش اضطراب أو مش أخدة الشكل النفسي اللي يخوف، يعني إنها حاجة بتمر ويمكن أن يتم تجاوزها. أكيد أنتوا بقى عندكم تجارب كثيرة وشفتوا كتير من اللي مر عليهم أزمة منتصف العمر، لأنكم كلكم صغيرات لسه. تعقيبا على كلامك فيروز، يعني أنا لاحظت من كلامك أنه أزمة منتصف العمر إلها شكلين، شكل متعلق بالإنسان ذاته بإعادة تعريفه لهويته وذاته، هنا بينبذ عنها سؤال ماذا فعلت الآن، يعني لما بيوصل لعمر 40-45 سنة ويكتشف أنه مثلا ما أنجز شيء، أو أنه حجم الإنجاز لا يوازي حجم العمر اللي هو يعني خاضه في هذه الحياة أو حجم السنوات اللي عاشها. وقسم آخر بيعزز المجتمع خصوصا فيما يتعلق بالنساء، يعني ممكن الرجال يكون الأمر متعلق بذواتهم أكثر، لكن فيما يتعلق بالنساء هذه الأزمة تنشأ من خلال تعزيز المجتمع إلها، لأنه بطبيعة الحال إحنا مجتمعنا يضغط على المرأة بكافة يعني مراحل عمرها، سواء في منتصف العمر ولا سواء عمرها 15 سنة لازم يلاقولها يعني مخرج، وكل مخرج في نكد، هذه طبيعة المجتمع المجتمعات العربية. فعادة أزمة منتصف العمر، يعني حسب ما بقرأ عند النساء تحديدا، حسب ما بقرأ تحليلها من قبل بعض الاختصاصيين النفسيين، متعلقة مثلا بالعلاقات، أيضا متعلقة بالإنجازات الخاصة في الأمومة وما إلى ذلك، يعني هنا بتنبذ يعني هاي الأزمة عند النساء، بس بعززها المجتمع بالمناسبة. يعني ممكن في كثير من النساء بتكون ماشية تمام، ما في أبدا أي مشكلة، حتى فيما يتعلق بالشكل بتكون هي وصلت 40 سنة أو 35 سنة شايفة يعني شكلها تمام، بتلاقي بتقعد مع شيء 5-6، لا ليه ما عملتي فيلر، ليه ما عملتي بوتوكس، لازم تشيلي مثلا الخطوط اللي عندك، لازم ما بعرف شو، فبتبدأ تفكر. طبعا بعض النساء بيخضعوا لهذه الأفكار، وبعض النساء لا، بيكون في عندهم حصانة وهو الأفضل، يعني صحيح في عندها ثقة في نفسها، وإن مجرد العمر اللي بيعدي هوا ده، لا هو مش بيعدي كده هباء، هو كل مرحلة في الحياة وليها البريق الخاص بيها، ليها الجمال الخاص بيها. مش معنى ان ظهر لي شعر ابيض، في بنات في ثانوي وفي بنات في العشرينات شعرهم بيبيض، مش ما هو ملوش علاقة. ما تقوليش واحدة وقفت لقيت شعرها ابيض 2-3 كده وقالت انا خلاص عد عليا الزمن، لا لا، عمره ما كان مقياس، ولا حتى لما وصلت، لو وصلت 45 ولا 50 وحست ان الدنيا بتعدي من ايديها، لان ممكن في بعض النساء او في عامه زي اي انسان وصل مرحله عمريه معينه يقول ايه، انا اهدافي في الحياه ما حققتهاش، انا كده مش هقدر ان انا ارجع تاني بالزمن واقدر احقق اللي كنت بطمح فيه. لا غلط، هو بيحبط نفسه وبيحبط ذاته، لكن لو فكر ان هو مش هيرجع طبعا يحقق نفس الاهداف بنفس الكيفيه اللي كان بيفكر فيها مثلا من 10-15 سنه، ولكن ممكن ان هو يفكر باسلوب افضل، باسلوب يتناسب مع المرحله العمريه الجديده.
في بعض العلماء، علماء النفس او المختصين، صنفوا الاعمار بس هي مجرد ترشيحات، مجرد حلو. تصنيف لا ينطبق على الجميع. انا مرحله العشرينات هي مرحله العنفوان، والثلاثينات والاربعينات اللي هي القوه البدنيه والقوه العقليه، والخمسينات لوحدها التدقيق في العلاقات الاجتماعيه وما حولها، هل انا اقدر اكمل في هذه العلاقات ام انتقي منها، وان مرحله الستينات هي مرحله السعاده المطلقه. سبحان الله، يا الله، نوصل لما كل اللي عنده على السعاده المطلقه. الزهايمر بيكون موجود فبينسى اخذ وقته. لا والله. طب انا اقول لك على حاجه، هل معنى ان في مثلا شاب او فتاه بيتاخروا في سن الزواج لسن ال 45 او ال 50، هل ان هو مش هيستمتعوا لما يجوا يتزوجوا زي اللي اعمارهم صغيره؟ لا، هيستمتع، بس هيستمتع بمرحلته. يعني درجة الاستمتاع موجودة على كافة المستويات، كيفية الاستمتاع كيفية. ولكن ازاي اقدر ان انا اسعى ان انا اسعد في الحياة وفي مرحلتي بشكل صحيح؟ جميل. انا ادعوكي وادعو الزميلات انه نتفكر بالعمر كرحلة يعني، او اختبار. كل واحد فينا عنده بدء للاختبار، بترن الجرس، بيبدا الاختبار بساعه البلوغ او ساعه الوعي، وينتهي الاختبار بالموت. طيب، كل انسان قبل ما يمر نص الوقت ببلش بيفكر، انا خلصت الاسئله، انا كتبت صح، بيرجع بيراجع الورقه تبعه من الاول. هذا اللي بيصير تماما بعمر الأربعين او عمر الازمه او ازمه منتصف العمر، اللي بيصير انه الواحد بيرجع بيراجع حياته من اول وجديد، وأول الناس بيراجعون هن البيئة اللي حوله. صحيح. الزوج بالأولاد والحماية والأب والأم، أنا أهلي ظلموني، أنا زوجي ما قدرني، أنا أولادي تركوني، ويشعر تشعر المرأة بالوحدة وتتهم الآخرين أنه أهملوها، وبترجع لحالها لما بتطلع بالمراية بتقول كأنه أنا تغيرت، كأنه كسبت وزن، كأنه وشي بلش يترهل، كأنه جسمي ما عاد مثل. بتبلش بتفقد شوي شوي ثقة بالنفس. أنت بتنقذ نفسها السيدة لما بتلتفت للناحية الروحانية والفكرية أكتر. لما الإنسان أو السيدة حصرا بتفكر فقط بالأمور المادية لما تكون صبية، هذا الشيء يعني يذوب بريقه بسرعة. يعني مهما طال عمر الشباب رح يجي وقت ويبلش يدوب. لما بيكون متوازن ما بين المادة أو ما بين الجمال والعناية بالبشرة والعناية بالجسم والفكر والروح، فبتلاقي فيه توازن لما تكبر. حلو. فلذلك لما بصير بعمر أزمة، بصير منتصف العمر، بيطلع عنده بقى الفكر أكتر، وبيطلع عنده الروحانيات أكتر، ولو خفت بريق الجمال يبقى شيء تاني جذاب. فبتبقى بتصبغ الآخرين اللي حولها بالنور اللي جواتها، ما بتكون هي عالية على المجتمع. يعني هون احنا أكتر شيء بتقع معنا المشاكل لما بتجينا على الجلسات بين الحماية والكنة، لأنه المرأة بهذا العمر صارت بالمنتصف، عمر 50، عمر 40، عمر 60، بلشت تحس انه اخره اخذوا لي اولادي، زوجي بطل يحبني مثل الاول، ما عاد ينجذب لي، فبلشت تنكمش على حالها وبتفتعل مشاكل مع الكنه او مع الصهر الى اخره. الان اذا ما كانت مرتبه حياتها بالشكل الصح، اني مثل ما قلت الفكر تلتهي بقراءه، تلتهي حتى في كورسات، في ناس بلشوا جامعات، في ناس بلشوا كورسات رياضه، بلشوا الدايت اكل الصحي، تلتفت للعناية ببشرتها بجسمها، تبلش تعمل يوغا، تسمع تحفظ قرآن، تعتني بستايلها أكتر، تشوف خزانتها شو لازم تكب، شو لازم تجيب أشياء جديدة دون مبالغة، لأنه في سيدات بصيروا كتير أوفر، بتكون عم تلبس بني ورمادي وكحلي، بتجي بتلبس أورانج، بتلبس فوسفوري، بتصير شوك يعني. فلما بتعتني شوي بالمظهر مع العناية بالفكر والروح، تتألق أكثر بعمر الأربعين والخمسين. هذا بيحتاج لتدقيق ببداية الرحلة. طيب، إذا ما مشي الحال وما كانت مدققة بالبداية، ما مشكلة، أنت لما وصلتي أربعين أو وصلتي خمسين، بلشي الآن افتحي عينيك من جديد. في كتير سيدات على فكرة بعمر الأربعين بيقرروا الطلاق، أو بيفكروا أنه أنا بدي أعيد علاقتي مع زوجي من جديد، فبتروح بتصبغ شعرها بطريقة جديدة، تطلع هي وياه رحلة. على فكرة بالمناسبة، عمر الأربعين والخمسين من أجمل مراحل العمر إذا واحد درسهم صح. لأنه بالأول كان الزواج عبارة عن تحديات، الأولاد وصياحهم والمدارس، وكبروا وزوجناهم وراحوا عسكري ورجع مدري شو. صحيح. بلشت المرأة تنضج، بلشت تكبر، وراحوا كل واحد طاروا، صار لهم جوانح، بقيت هي وحبيب العمر. الحبيب العمر هذا لما راحت منه الشبوبية وراح منه الفتوة، بلش يصير رجل يعني بأخلاقه،
وهي طلع منا أخلاقها فقط. فهم ببلش بقى التوافق الحقيقي اللي احنا عم ننتظره. اسمحي لي نورة ان انت لمست نقطة كويسة جدا، وهي فكرة، على فكرة لما عز تفضلت في الحديث وقالت عند الستين من بيبقى العمر الأجمل، انا مع كده جدا، بس في الرجال بتبان اكتر من النساء. يعني كثيرا ما نقابل الرجال 60 وفوق الستين بيكون تشوفيهم تحس ان هم خبراتهم وكلامهم وحياتهم وحيويتهم افضل من شباب في الثلاثين. لكن مع المرأة بحس الموضوع مختلف. يعني الست مهما بدأ ان هي بتحاول ان هي تظبط نفسها ومظهرها ومش عارفة، بس هي فكرة الشباب وفكرة الشيب اشعر انها في الروح مش في الجسد. صحيح. يعني بشوف بنات 25 سنة والله العظيم عجايز، بحسهم كآبة، عجايز، عندهم كبت واكتئاب ومفيش حيوية ومفيش إقبال على الحياة، مش عايزة تنجز حاجة، لا هو كده تمام كل حاجة، يعني عايزة تنام كتير، عايزة يا بنتي يعني انت في أحسن سن ممكن تستفيدي بيه، تعلمي لغة، اعملي حاجة، مفيش شغل دلوقتي، حاولي ان انت تستثمري وقتك في حاجة أفضل زي اللي انت بتقوليه. لكن هي الفكرة في شباب الروح، فكرة شباب الروح دي كانت مقولة كنت بستبعدها انها تكون حقيقية، وفكرة ان العمر رقم انا مش معاها، العمر خبرات والعمر مواقف وانا معك صحيح، والعمر تجارب حياتية بتتعلمي منها، مشاعر كتيرة جدا بتغضبي وبتزعلي وبتفرحي وبتكتئبي، وكل ده خلطة سحرية في الاخر بتصنعك. أيوه. فكل يوم بيمر علينا بيزود مننا حاجة شيء. الجمال بقى لما تلاقي ان الرسول صلى الله عليه وسلم لما نزل عليه الوحي كان عمره كم سنة؟ كان 40. هو سن الرشد في الإسلام، سن بلغ القرآن حتى إذا بلغ أشده. يعني الأربعين سنة هي الأشدة اللي هي بمعنى، يعني هي يعني مرحلة عمرية ملاش علاقة باليأس أساسا. بالضبط. هي الشدة والقوة والعقلانية في هذا السن. ازاي انا احكم عليه والبشريه نفسها هي اللي تحكم عليه ده يبقى سن ده. وهي مرحله استثمار كل ما مضى. صحيح. بطلع الحصاد. انا ماشي لو انا اسميها هي مش ازمه منتصف العمر، هو منتصف العمر مثلا. ان اللي جاي قد يكون قد اللي فات او اقل قليلا او اكثر، الاعمار بيد الله. ولكن في نقطه انا عايزه بس اقف عندها، نورة ذكرتها ان في بعض النساء بيجوا عند السن ده واحساسهم بالخوف والتوتر ان كل مدى العمر بيعدي بيهم هتخاف ومش هتبقى قادره تاخد بالها نفسها، فتتحول من الالوان الداكنه الى الالوان الصارخه. في كمان العكس، هي اللي بتدي نفسها عمر اكبر من عمرها، تلاقيها بقى من الالوان المبهجه وان بتنطفي. ليه انت دايما ما تبقيش ظاهره مفتحه؟ ليه ايه اللي يخليكي تطفي؟ في مشاكل بتعدي علينا، كلنا في مشاكل بتعدي علينا، بس هو في مشكله في الارض ملهاش حل. ربنا ما اوجدش مشكله في الدنيا الا لما في الحل بتاعها، بيجي قريبا بيجي بعيدا ليها الحل. وانا في النقطه اللي وقفت عندها لما انت قلتي انا ما بعترفش ان العمر رقم، لا هو رقم بس ما ياثرش عليا بالسلب. يا ستي انا عندي 60 سنه بس انا حاسه ان الحياه لسه قدامي، انا عايز مبسوطه بالسن وانا مبسوطه باولادي ومبسوطه باحفادي. المشكله بالامراض يا عزه لما بتجي بتنكش فيها على فكره اغلب ماشي والعين في امراض شيخوخه طبيعي. امراض شيخوخه حاليا بتلاقيها عند الشباب اللي عنده 30 سنه. الشباب عم بتصيبهم جلطات في القلب. أيوة. هاي الايام جلطات يعني في القلب في زمان كانت هاي امراض الكبار، الان سبب سرعه العصر الان بقى موجوده. فانا بحس ان النسيان اللي هو بدايه الزهايمر موجود في الشباب العشريناتي والثلاثينات، موجود. انت متخيله ان الامراض دي زحفت، فتحسي ان الموضوع بقى سواء الكبير بقى عامل زي الصغير. انت قلتي ما هي الروح الايجابيه يا عزه منجيبها منين؟ يعني انا بتساءل صديقاتي، يعني لما تكون وحده بلشت تدخل بهذه الازمه كيف تنقذ نفسها؟ يعني سؤال بيطرح حاله عن جد. انا ايه اللي يخليني بصي مبدئيا طبيعي ان الست بتوصل عليها مرحله عمريه بيتحكم في المود بتاعها اختلاف الهرمونات، طبيعي بيأثر على صحيح بيأثر على المود، بيأثر على علاقتها بأقرب الناس بيها سواء الزوج أو الأولاد، لا فعلا بتشاكل في اللي حواليها مزاجها متقلب، بس بيكون في فترة معينة هي فترة مضطربة، وبعدين عارفة اللي هو الريت اللي بيعلى مرة واحدة بعد كده بيرجع يهدى تاني والأمور بتمشي يعني بيمشي حالها. بارك الله بقى في المرحلة العالية بتخرب الدنيا. أحيانا بتخرب الدنيا. طب أنت عندك الشباب اللي هو عنده 20 سنة ولا في العشرينات أو في الثلاثينات، كتير منهم بسبب الحياة وسرعة الحياة
بقى مدهم عصبي بشكل لا تتخيلي وأكثر من الكبار. أنا بشوف على فكرة إجابة على سؤال الأستاذة نورة هي مسألة تغيير الفكرة من الأساس، لأنه مثل ما بنحكي دائما في جلساتنا في علم النفس الفكرة هي التي تؤدي إلى الشعور ومنها إلى السلوك. لما بيكون مفهومنا عن العمر مختلف باعتقادي أنه هذا المفهوم رح ينعكس بسلوك مختلف بكل المراحل العمرية. أنا من الناس على فكرة اللي بشوف أنه الإنسان يعيش مرحلته العمرية شاء أم أبا، لكن هو ما بيكون واعي إنه هو عم بيعيشها. يعني بفترة المدرسة إحنا كنا عم نكتسب خبرات معينة شئنا أم أبينا، مهارات متعلقة بالعلاقات، متعلقة بالمعلومات المدرسية اللي كنا نأخذها. أنا بحكي عن تجربتي الشخصية، أنا عشت المدرسة بالطول بالعرض على صعيد المعلومات، على صعيد الأنشطة، على صعيد العلاقات، وحتى هذه اللحظة العلاقات الدراسية أو أقلها المعلومات اللي أخذتها بالمدرسة حملتها معي بحياتي. أحيانا بتظهر، مو شرط تظهر بشكل صارخ، لكن بتلاقيها بتظهر بمواقف بسيطة، بقراءات بسيطة، فبكتشف أني أنا عشت هذا العمر. لما دخلت مرحلة العشرينات، مرحلة الجامعة، رغم أنها كانت مرحلة صعبة جدا بحياتي، ولما تخرجت من الجامعة صفنت أنه يا الله أنا شو كنت عايشة. يعني جامعتنا كانت صعبة، كانت نظام أمريكي وكانت دراستي صعبة، فما كنت عايشة شبابي أيام الجامعة. أنا كنت داخل جامعة كانوا يحكوا عنها من أراد أن يدفن شبابه فليدخل إلى التكنو، اللي هي جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية. لكن لما تخرجت من الجامعة وغيرت فكرتي عن الموضوع اكتشفت أنه لا، هذه المرحلة أنا عشتها، صح بصعوبة لكن اكتسبت منها مهارات، اكتسبت معارف، انزلت على الانتخابات، فبالتالي أنا عشتها. وإن كنت أنا ما عشت الحياة اللي خارج الجامعة بتلك الفترة، لكن عشت الحياة الجامعية، من ثم بدأت أتلاطم، تلاطمني الأمواج بالحياة العملية إلى أن استقريت في عملي، وهذا أمر طبيعي. لكن هي الفكرة إنه أنا بقابل كثير من الناس ما بيكونوا مكتشفين إنه هي هيك الحياة، عيشة مثل ما هي، هي هيك، هي هيك الحياة. يعني الحياة، إنك تعيش الحياة مش معناته إنك تعيش حياة وردية، لا، هذه الخبرات الصغيرة هي اللي بتنسج الحياة الوردية اللي ممكن تعيشها فيما بعد. تعرفي لما بروح أنا الأماكن التاريخية أو السياحية بلفت نظري شيء، الأجانب أنا بتعلم منهم شيء معين على فكرة. بتلاقي الرجال عمره بالسبعين، حتى مش بالستين، هو ختيار بما تعنيه الكلمة من معنى، هو وزوجته، وجايين الآن. يعني أنا بتعرف على الأجانب اللي بالأماكن السياحية، الآن بدأوا رحلة سفرهم. جلست مع كثير منهم، الآن هم حصلوا على التقاعد، فضيوا لحالهم، ما قعدوا في البيت يكتئبوا، لا، جمعوا الفلوس اللي هي حصاد عمرهم المادي من وجهة نظرهم. احنا بنحكي عن أجانب مش مسلمين في نهاية الأمر اللي أنا عم بحكي عنهم، والآن بدأوا رحلة سفرهم وتعرفهم على الأماكن. شوف، يمكن يكون هو باقي من عمره يدوب 5 سنين على فكرة. أنا بحكي لكم حقيقة، أحكي لكم أنا رحلة جدي الله يرحمه. جدي أنا تعلمت منه، كان إنسان طموح جداً، ما بدي أبكي الآن لكن دمع عيونك كل مرة الله يرحمه. الله يرحمه، كان طموح جدا، طموحه استمر معه لآخر عمره في الثمانين. في الثمانين قدم هجرة على أمريكا، وأراد، كان يطمح، لأنه هو، أنا جدي درس في الكلية العربية في القدس وكان من المتفوقين ومتقن لثلاث لغات من ضمنها اللاتينية، ما حدا بيحكي باللاتيني، وكان بيحكي إنجليزي ولاتيني فلوانت. كان حلمه يهاجر لأمريكا، يفتح تجارة هناك، ويحصل على الجرين كارد الأمريكي. ليش؟ لحتى يعطيها على أولاده ونقدر نفوت فلسطين. بخطط. أنا بحكي لكم عن رجل فاق 85 من عمره، شاء الله. فعلا قدم على الهجرة، سافر إلى أمريكا، وسبحان الله يعني هناك تعب فيش أسبوعين قدر رب العالمين، اضطر أنه يرجع لأنه تعب، يعني بدأ مرض الموت معه. وبشكل فجائي كان جدي لآخر لحظة من عمره يعيش حياته بالطول وبالعرض، وما كان فيه شيء، لكن هذه أقدار رب العالمين. عاد وسبحان الله جلس ليلة مع العائلة، تاني يوم يعني وقع وصابته كوما لمدة شهرين وتوفي. لكن ماذا تعلمت منه؟ انه بقي، هلا صح في طول امل، يمكن بعض الناس تحكي انه هذا انسان عم بيعيش طول الامل، من ناحيه هي هاي طبيعه الانسان طول الامل، لكن من ناحيه اخرى بقي الحلم والطموح لاخر لحظه في عمره. هذا الشيء اللي بيخلي الانسان يبقى على قيد الامل، اللي 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 عنده فيه شيء هدف في الحياه. ومن طبيعه الانسان مهما كان عمره انه في عنده اهداف متتاليه، بيخلص شغله بيحلم باللي بعده. بتذكروا لما كنا صغار بالابتدائي، كنا، انا بتذكر بطلع، كنت على اللي هن بصف سادس كان عندنا باخر مرحله الابتدائيه، اقول يا الله امتى بدي اصير قدهم هذول عمالقه. يعني يوم اللي ادخل على الصف السادس اناول معلمه القلم يوم السعاده.
فبعد لما كبرنا لقينا الابتدائي مرينا وراحت، بس صار عندنا خبرات شلناها معنا وصنعتنا بالإعدادي والثانوي مثل ما قلتي بالجامعة. هذه التجارب الصغيرة بتبني الإنسان طوبة فوق طوبة، وبتخلي الإنسان بس يكبر، وخاصة المرأة بعتقد وهي صغيرة عم تحلم كيف رح تكبر وتتحلى ويتدور جسمها ويطولوا شعراتها وتقعد بالكوشة ويهللوا لها ويصفقوا لها ويجي عريس الهنا وتتكتف فيه وتبني أول طوبة اللي جبت أول ولد كذا. الحياة بالصعود إذا مثل مالك ملاحظة، بس توصل مشكلتنا نحن بالمجتمع العربي إنه بيوصلوا البنت للكوشة واللي هي منتهى الأحلام، فبتبلش بتخسر شوي شوي، بس تجيب أول ولد والثاني والثالث خلاص أنا انتهيت حياتي راحت. فبتوصل بعد ما تجيب الأولاد ويكبروا أنا فين حياتي راحت فين. ف بتصحى هذاك الوقت وبتفيق لما توصل عمر 50 و60، لأنه هي ما كانت ناضجة بالمرحلة اللي كان لازم توعى فيها أنه مو هي آخر مرحلة اللي هي الزواج، لا هي بداية مرحلة صناعة أجيال جديدة، وهذا بالتالي بيرتب عليها واجبات أخرى تصنع نفسها من جديد، تكون عندها أهداف أخرى لذاتها. أنا بالنسبة لي شخصيا ما بعلم بناتي أو أولادي شيء أبدا، ما بقول لهم تعلمكم أمسك دفتر وقلم وعلمون إطلاقا. كل ما هنالك انه كل يوم لازم يشوفوا بايدي الالم من وقت ما يصحوا لوقت ما يناموا، ما بيلاقوا عندي ولا ربع ساعه فاضي اطلاقا. فبالتالي عندي الصغرى خاصه اخذت فوتوكوبي عن ماما، فطول الوقت بتخلص واجب بتطلع بتقولي ماما خلصت اول واجب، الثاني بتشخط عليهم هيك فرجيه البروجرام تبعها والمكتب كله ململم شيء انيق يعني، فانا اجدها نسخه عني. هذا هو الواجب الثاني للمراه. الواجب الثالث بقى بس خلصت صار عمر 40 اعتقد تحيط نفسها بالناس الايجابيين، الناس اللي بتحدث مثل ما قلت قبل شوي عن الفكر عن الانتاج عن صناعه مشروع جديد عن ثمار تطلع من جواتها كانت مخبايه. بعرف سيدات نطوا بالمظله بعد ما صار عمرهم 50 سنه، سيدات بلشوا بالرسم عمر 60 و70 صارت اشهر فنانه رسم. طيب انتي تعرفي ان كنتاكي بدا المشروع بتاع كنتاكي ده كان عنده كم سنه؟ هو ختيار اصلا لذلك احنا ما شفنا الا بالشعر الابيض. حاجه ايوه هي دي صورته وقت ما بدا الانتاج المنتج بتاعه ده، ومعاش كتير لكن شوفي امتداده حتى الان، يعني ما فقدش الامل وهو في مرحله كبيره من العمر. فذكرتيني اثراء ان في صديقه ليا في السويد فكانت بتستلم شغل من واحده في مدرسه، يعني في معلمه خلاص طلعت على المعاش وهي هتستلم منها في الشغل، فهي بتلم الاوراق بتاعتها وبترتبهم في بوكس كده، فبتقول لها يعني ان بتتمنى لها حياه سعيده وان هي ما تبقاش حزينه على ان هي وصلت لهذه المرحله العمريه وهتترك شغلها. قلت لها انا في منتهى السعاده، انا هبدا حياتي. يعني هي في اعتقادها ان اللي فات ده كله كان كله شقاء وما كانش فيه السعاده اللي هي بتبحث عنها وهتبدا تبحث عنها من بعد سن 60. قالت لها هتعملي ايه؟ قالت لها في كورسات كتير جدا كنت اتمنى اخدها وكانت بتتعارض دايما مع شغلي، في دراسه معينه في الفن عايزه تبدا تتعلم الشغل، عارفه اللي هو الهاند ميد اللي زي الاتيمير والحاجات دي عايزه تاخد كورس فيه علشان هي بتهواه جدا وعندها مبادئ، وبرده بسبب شغلها وطحونه الحياه زي ما احنا بنعرف منعها ان هي تعمل الكلام ده كله، عايزه تطلع رحلات. وقت لها خططت بالفعل ان السنة دي هتطلع فين والسنة اللي بعدها، يعني عاملة خطة خمسية 5 سنين قدام هي عارفة هتعمل ايه. احنا بقى عندنا طلع معاش يقعد بقى في البيت موت قاعدة يقعد في البيت، انت غسلتي النهاردة؟ لا ما غسلتيش، الارض مش نضيفة، التراب ده مش عارف ايه، بتفشش الاكل النهاردة طعم خلاص بقى ما بقاش فيه اي شيء يشغل باله اللي حط مراته في دماغه. بص هزة احلى حاجه في الدنيا ان احنا نفهم مراحل حياتنا، يعني زي ما انت قلتوا كده كل مرحله لها جمالها ولها رونقها لها خصائصها لها تصرفاتنا فيها. فكره التصابي اللي ممكن تطلق من الرجل على المراه ويكونوا متزوجين، انت ليه انت عامل كده؟ ليه انت عامل في نفسك كده؟ ليه انت فجاه لما تلاقيه اهتم بنفسه ولا بدا يحط بيرفيوم لطيف ولا انت كده شايف لك شوفه وهي لا تفهم طبيعه هذا السن او طبيعه هذه المرحله، فتتعامل معاه عايزه استخدم تعبير دارك كده اسمحوا لي بغشوميه، يعني بغشم شديد جدا جدا وبعدم فهم، لذلك فبتكسر فيه، يعني هي بتتصادم معه وبتخسره. ولذلك احنا بنلاقي معظم الرجال اللي بيعملوا تعداد للزواج تعدد بعد سن الأربعين. ليه؟ لان ما بيشعر ان في فجوه بينها وبينه هي مش فاهماه، هي محسسه دايما طول الوقت انه عجز،
انت بقى كبير، فكر في عيالك، فكر في بدل ما تلبس لبس عيالك، بدل ما تاكل اكل عيالك، بدل ما تخرج مع اصحابك اقعد مع عيالك. الدنيا كلها محاصره، بقت محاصره طول الوقت، وهو نفس القصه يعني، هو ما بيفهمش طبيعه السن ده، يشعر دائما ان هي كبرت، قومي اصبغي شعرك، قومي مش عارفه ايه، يعني بيحسسها دائما ان عندها نقص ما. فهي عدم فهمنا للمرحله هي اللي بتخلينا نتصادم معاها. وبقى الجمال اللي انتوا بتحكوا فيه ده بصراحه يعني بعيد عن اذهان كتير من الاسر والعوائل، مش بيجي لذهنهم، ده حاجه راقيه جدا اللي انتوا بتتكلموا فيه ده. ده حتى المثقفات بيقعوا فريسه لهذه الازمه، مفيش مشكله خالص، هي مرحله طبيعيه، هي مرحله طبيعيه. الجميل بقى، اجمل ما سمعت عن هذه المرحله، انها بتقيس بيننا وبين نفسنا اللي كنا صادقين فيه قبل كده، كان بجد نابع من صدق واخلاص وفهم حقيقي وادراك ووعي صح، ولا كان مجرد ليه الناس بتخلع الحجاب بعد الأربعين؟ هل ده كان إيمان حقيقي قبل كده، كان اقتناع بجد، ولا كان مجرد أنا عايزة أقلد، عايزة أعمل، أجبرت على ذلك فعملت، فلما امتلكت زمام أموري قلعت الحجاب؟ لا، يبقى هنا مرحلة صدق. وهكذا من أمور، تلاقي الرجل بعد ما كان صالح وممتاز، لا أنا ما عشتش حياتي، أنا كبرت، لا أروح أعيش حياتي. وكلمة بقى عيش حياتي دي مش عارفه مين اللي حاططها في اطار، والعياذ بالله شمال، هي الازمه بدات من هاي الكلمه، شيء خطا. لا اعيش حياتي بقى، لا اعمل علاقات، سواء بقى علاقات الكترونيه او علاقات يعني فعليه، للاسف ممكن يروح يشرب مثلا خمره او ما الى ذلك من امور، لان هو حابب بقى يجرب الحياه اللي ما جربهاش. ده ما كانش صادق مع نفسه من الاول. ما هو ده بقى اللي هيتحمله هو عنده 20 سنه، اول ما يشرب اي حاجه في الاربعين ولا في خمسين مش هيستحمل. لا انا عايزه اقول لك كمان، سبحان الله، الصلاح بيبان في سن الشباب الصح. تبص تلاقي بقى اللي وصل ل60 واللي وصلت ل60 تلاقي في كده جمال تاني، في تحس بقى تحس بقى ان في نور، تحس ان يعني ان انت تشوفيه قلبك يتشرح، وجهه سمح. بالظبط، وجهه سمح، ده بسبب بناء حياته. شوفي كمان في بالعكس، ما تظلميهم يا فيروزة، كمان في ناس بكونوا مشوا حياتهم بالطول والعرض بالأول وما لهم فهمانين وين رايحة المركب تبعهم، بتروح يمين يروح يمين، يروح شمال شمال، متزوج حاطط مرته على طرف، ويلا هو عم يلعب بديله هيك وهيك، بيجي يوم الأربعين بيصحى. ما هي الأسئلة الوجودية الكبيرة جدا بتطلع يوم المراهقة ويوم الأزمة منتصف العمر. هدول العمرين بيخلوا الواحد ينصدم بمرآته، ينصدم مع حاله مع ذاته، يكونها ولا ما تكونت، ولا بالأول كان عم يسأل كيف رح كون ذاتي، كيف رح كون هويتي لما كان مراهق، بس يوصل على المنتصف بيقول لحاله هل أنا تطابقت مع عمر المراهقة، هل حققت اللي كنت أنا عم بطلع عليه، ولا أنا هذا اللي قضيته كله كان مجرد خراب. فكتير ناس بيصحوا كمان بعمر الأربعين وبيجيهم الإلهامات وبيكتبوا وبصيروا مفكرين وبصيروا صالحين وبصيروا أئمة. صحيح. يعني أنا مرت علي هاي التجربة على فكرة الأسبوع الماضي، جلست مع أحد الأشخاص هو عمره 38-39 سنة، طبيب، بيقول أنا يعني إن شاء الله فمن فترة قريبة قابلت شخص وصل لي 38-39 سنة، إيش بيحكي لي؟ إنه أنا بخطط بعد الأربعين، هو طبيب طبعا، يقول بعد الأربعين أنا بدي أترك الطب وأدرس شريعة. هو علاقته مع رب العالمين الآن يعني فيها شد وجذب بطبيعة الحال، هو يعني شاب، يقول وأخطط أني أكون متدين، بحكي أنا متأكد أني بعد سن الأربعين سأكون أقرب إلى الله سبحانه وتعالى، وبيخطط للكتابة في هذا الموضوع لأنه عنده قراءات تاريخية وفي علم الاجتماع وفي الطب، فبده تتجلى هذه القراءات مع دراسته للشريعة ويبدأ يتجه لهذا المجال. ففعلا مثل ما ذكرت الأستاذة نورة أنه في ناس تبدأ تجد طريقها مع الله سبحانه وتعالى وتعيش حياتها بالطريقة الصحيحة بعد سن الأربعين. يعني هو سن الأربعين في سن الرشد عند بعض الأشخاص وفي سن الجهل للأسف الشديد. خلينا نقف عند سن الجهل شوية، لأن فعلا إحنا وجدنا نماذج، إحنا طبعا أعمارنا كلها يعني تقارب المنتصف. أنا بتكلم عن نفسي يعني. كلمة عن نفسك لو سمحت. أنا بتكلم عن نفسي، فشفت كتير نماذج في حياتي، منهم زي ما قالت أستاذة نورة اللي بيجدد في حياته وفعلا فاهم المرحلة وقادر إنه يعيش، وفي منه اللي بيقتل نفسه بجهله.
بجهله بحاله، بجهله بعمره، بجهله بفهم المجتمع، بجهله بفهم العلاقات، العلاقات الإنسانية، تلاقي عايز يبدأ يحس إن هو عمره لازم يصبغ عليه الكثير من الاحترام ويكبر اللي قدامه أو الشخص اللي بيتحدث معاه إن أنت لازم تحترمني، أنا دلوقتي أكبر منك سنا، ولا يراعي أبدا خبرات الحياة. قد يكون اللي قدامه أصغر منه سنا ولكن أكثر منه علما وفهما في الحياة بشكل عام، فبالتالي يتوجب عليك أنت بتحترمه أكتر. مش معنى أن أنت وصلت لمرحلة عمرية معينة سواء بقى 40 50 60 أن أنت بسنك برقم سنك تجبر اللي قدامك أنه يحترمك. هو هيحترمك عشان أنت راجل كبير، راجل كده كبارة ولطيف، ولازم من الواجب عليا من حكم تربيتي وأخلاقي أن أنا أحترمك، لكن ما تجبرنيش وأنا في نفس يعني في نفس الوقت عندي من الخبرات اللي يخليني ان انت تحترمني اكتر. فده من الدين. نعم، يعني الاحترام المتبادل ده من الدين. من الدين. مش يعني احنا لسه بنقول ان في جزء عميق الدين، يعني مش احنا لسه بنقول في جزء بيعيش الحياه صح وفي جزء الحياه كلها عنده شمال. من ضمن الاخطاء المعتقدات الخاطئه، معتقد ان انا لازم ان انا خلاص انا طول عمري، قد يكون طول عمره مش قادر يوصل لمرحلة الاحترام اللي هو عايزها دي، فبيحاول انه يعني اقول لك ايه بيسند على سنه علشان يجبر اللي قدامه ان هو يحترم. انا هقول لك على حاجة من ضمن الحاجات الظريفة اللي الناس بتقعد تراجع فيها نفسها بعد سن 40، مساحة الرمادي في حياتهم. بمعنى ايه؟ احنا في فترة كده بيبقى عندنا يبيض يسود، صح؟ ويبيض قوي يسود قوي، الجزء اللي في النص ما بنفهموش وما بنحترمهوش. بمعنى مش الاشخاص، لا، الفكره ان تبقى انت بتميل لدول ده ازاي، انت متقبل ده وده ازاي، ما بيبقاش عنده فهم مساحه الرمادي شويه، لان هو كبر ووصل لسن الأربعين فهم ما يسمى بالتقبل. لا، انا لازم ادي مساحه للاخر زي ما باخد مساحه. كل دي حاجات احنا يعني فعلا لما بيبقى عند سن الأربعين تبداي تفهميها. لا، سن الرشد على فكره، سن الرشد. شفتي هنا الاستبدال من أزمة منتصف عمر لسن رشد وسن اتزان وسن وعي وسن فهم أكتر للحياة. حتى من بطل نحزن على الأشياء اللي كنا نحزن عليها، بطل نغضب على الأشياء اللي كنا نغضب عليها. يعني ما بعرف أنا إذا وصلت هو سن الأزمة منتصف العمر من أي عمر؟ من 30. بيقولوا من 35 وقد تصل. أنا عمري 34 سنة، يمكن ما بعتبر أنه في عندي أزمة بهذا العمر، لأنه أنا من الناس اللي دائما بحكيها أمام كافة النساء تحديدا، وأيضا أمام كافة الرجال، لأنه في رجال بالمناسبة قابلتهم بيخجلوا يحكوا أعمارهم، فالقصة مش فقط عند النساء. أنا من الناس اللي عشت عمري بالطول وبالعرض باختصار شديد جدا، وعشت نحته، لذلك أقول بملء في، فأي كلمة تصدر عني هي بناء على قراءة معينة، خبرة معينة، ثقافة معينة، قناعات أنا نسجتها على مر هذه السنين. فيمكن ما عندي هاي الأزمة يعني مثل الأزمات اللي بتصير عند النساء في هذا العمر، لكن في كتير من يعني إذا بدنا نحكي على موضوع مثلا الاحترام، بدي أرجع شوي لنقطة الأستاذة عزة. بقابل ناس من الجيل الجديد بالعشرينات، بيكونوا لسه بأول العشرينات، بيجوا بتفرعنوا. هو جيل الفرعنة جيل العشرينات. حتى طبعاً. إحنا مثلاً لما منراجع عمرنا بهذا الجيل بنشوف إن إحنا كنا نتفرعن بكثير من الأمور. كان في عنا جرأة حلوة. تهدينا. تهدينا. هلا هدينا ولا تهدينا؟ لا، فرق. هدينا. صار في عنا حكمة أكثر. تهدينا دي يبقى أنت دخلت في مرحلة. لا. صار في عنا حكمة أكثر في التعاطي مع كثير من التفاصيل، كثير من الأمور. ما عدنا نغضب أو يعني تستفزنا الأمور اللي كانت تستفزنا سابقاً، لأنه صار في خبرات، صار عقلنا دخل إله كثير من الأمور اللي أهم، فصار في إزاحة لتوافه الأمور. وهذا يعني هيك أنت بتكون بتعيش عمرك. بس نرجع للقصة، أنا بقابل مرات شباب بيكونوا في مقتبل العشرين، تيجي بتناقشهم بموضوع معين، أنا بكون قارئة فيه ويعني وبيكون في عندي خبرة فيه من خلال التجارب وما إلى ذلك. يعني. بيجي هو بده يتفرعن علي وصارت بشكل كثير كبير. اديله مساحة أسره، اديله مساحة. أنا بسمع، مشكلتي اني بسمع على فكره، مش ما بسمع بعد كده تجي له على راسي. بس مرات بيكون في فرعن زياده عن اللزوم، بيستفز، فبصير بحكي لا هون ستوب، بدك تحترم انت ان الشخص اللي قدامك لا مش جاهل بالامر. يكون في فرق 10 سنوات 15 سنه بالعمر بيني وبينك، بدك تحترمهم، هذا عمر عشناه بالطول وبالعرض. وانا نفس الشيء لما بقابل شخص
أكبر مني بأربعين يعني واصل الأربعين مثلا أكبر مني بعشرة 15 سنة، لا هدول 10 سنوات ما بسمح لحدا أنه يستهين بالعشرة و15 سنة. حلو إسراء، هذه نقطة مهمة جدا، هذا عمر عقد من الزمان قامت فيه دول وانهدت فيه دول. المشكلة مو عندك وعندي، المشكلة مع الأشخاص العاديين جدا البسطاء اللي ما عرفانين ما هو احترام الفروق العمرية. يعني باحترامي الشديد لكل المستمعين والمشاهدين، لكن أنا أجد فعلا مثل ما قلت اللفظ كثير حبيته الفرعنة، لما بيجي الرجل أو المرأة بيكون بمنتصف العمر وبيشوفوا الولد اللي لطوله شبر ونص جاي هلأ عم تعلمني وتقولي أنت ما بتعرف تكبس زر المدري شو، وأنا حعمل لك الموبايل، بتضحكوا على البابا بتضحكوا على الماما، عم ياخذوا الموبايل من إيده بيعملوا له فيه تطبيقات بيحذفوا له، وين كان هذا شو هذا كبروا لي الخط مدري شو. هذه القصص بتخلي الواحد يحس أنه اللي هن بعمر، هل أنا رح أقول عمري ما عندي مشكلة أبدا، عمري 51 سنة الحمد لله. وهذا العمر اللي حبيته أكتر شيء بصراحة، يعني كل ما عم بطلع بالعمر عم بحب العمر اللي بعده أكتر. فلما بشوف الواحد أنه الصغار عم يطلع معهم إبداعات وأنا ما أدران، فمو مشكلة أبدا، يعني كتير حلو أن واحد يتصالح مع هدول عم يتفرعنوا ويفرحوا على حاله. يعني خليك تفرعي خليه يطير جوانحك، لكن بالنهاية أنا كمان عندي خبرات مثل ما قلتي مخباية وعم بخمرها حتى أعطيك بالوقت المناسب الكلمة والحكمة. الحلو أنه تكون العلاقة منسابة بين الجيلين، يعني نسمح لهم أنه يحكوا رأيهم بحرية وديمقراطية مع الاحتفاظ بالحدود، لأنه أنا عمري وخبرتي مثل ما قلتي حتى الفشل اللي صار بحياتي صنعني نورة مثل ما هي، في نقاط مضيئة وفي نقاط معتمة حصلت هذا الكائن اللي موجود الآن. بالنهاية لك حريتك ولي حريتي، الاحترام يجب أن يكون حتى مع الزوج والزوجة. يعني كتير أحيانا تكون الزوجة شافت زوجها كبر مثل ما قالت قبل شوية فيروز، روح ما خرجك طلع على حالك وعلى كبرتك، صرت كبير على كبرة جبة حمراء، هلأ بدك تروح وتعمل شعراتك وتعمل بارفان وتعمل مشاوير، وهو بيقول له هلأ بدك تعملي، أو حتى لما بيطلب منك بتقول له هي البنات الأولاد أنا مش قادرة استحي مدري شو. هالحركات بتبلش بتخليها تشعر أنه هي لا تنتمي لجيل الشباب، فهو بيقهرها أكتر. فالاحترام اللي كنا عم نحكي عنه بيحترم الواحد أنه عمر الثاني بدك منها طلبات اطلبها بالمكان الخاص بالزمن الخاص، ما اطلب قدام الأولاد حتى ما تحرجها وترفض. وأنت كمان لما كامرأة شايفة زوجك بلش ينبت له ريش وبلش يعمل حركات، لا تقللي من قيمته لأنه حيعمل أكتر، حيجاك ويمشي بالعكس. بالعكس قولي له لا بقلك ما تشكي فيه فورا، لانه مو كل واحد عمل بارفان وعمل شعراته ولبس طقم معناته راح يعمل علاقه. ترى مرات اختلاف الظروف هو اللي ممكن يخلي الانسان يلجا لهذه الامور، يعني ممكن يكون تربى ببيئه، سواء الرجل او المراه تربوا ببيئه كانت متزمته نوعا ما، ما سمحت لهم يعيشوا عمرهم الشباب بطريقه جيده، فالان حابب انه يجرب بعض الامور ويعيش شبابه بشكل مختلف. انت قلتي كلام زي الفل يا نوره، بس سيبهولي خالص بقى وانسهولي وقولي لي ازاي، يعني انت قلت عمرك 51 سنه ومحافظه على ما شاء الله لا قوه الا بالله على شبابك اللطيف. احنا انا ما اديكيش فوق ال 30 سنه ولا ايه؟ لا بجد يعني في 20 سنه فرق بين شكلك وبين سنك، ده بيجي ازاي بجد؟ طيب حلو سؤال حبيت. اول شغله انا اللي نوهت عليه قبل شوي اللي هو العنايه الفكريه، اول شيء عنايه بالنفس كفكر وكقراءه، قراءة مو بس بالكتب، قراءة في القرآن الكريم أن أجد فيه بحر من العلوم. بنيت حياتي على تدبر القرآن الكريم الحمد لله. تاني شغلة العلاقات، لما واحد بينضج مع العلاقات، كل إنسان بشوفه بحياتي أجده حقل أزرع فيه نبتة سأجدها يوم القيامة. جميل، هذا عنوان حياتي. يعني الأمر الآخر الاعتناء بالغذاء الصحي أولا، والنوم، النوم المبكر والاستيقاظ المبكر. أنا بنام مع الشمس وبفيق مع الشمس. الله عليكي. فلما بتغيب الشمس بحس كأنه اللمبة انطفت، بين ما أصلي العشاء وأخلص للساعة 10 بكون يعني ودعت الحياة، بس يعني تبلش بزوغ الفجر خلاص صحيت، وهكذا يوميا. فهذا بيعطي الحياة. في شيء اسمه الأوزون عند صلاة الفجر، إذا واحد صحي وبلل وشه بهذا الخير اللي عم يجي من السماء ويفتح إيديه ويدعي ويطلب من رب العالمين مدد، رب العالمين ما بيبخل بكورك لأمتي في بكوري. فإذا التبكير منجز لكثير من الأعمال، بحس الواحد أنه للمسا الحمد لله هذا يوم طيب. لما بتشرق الشمس الصبح بقول الحمد لله الذي أحيانا، وبطلع على وشه بحب حالي، أنا بحب حالي الحمد لله. حتى لو في مصيبة، حتى لو شو ما كان، بقلها لنورة بقلها ديري بالك ما بتستاهل، ما في حدا بستاهل، لا دمعة ولا زعلة. بغسل وشي وبتوضى وبصلي وبدعي، وإذا قدراني أطلع أمشي
والمشي راح، يعني السلام النفسي أعيش اللحظة والروحانيات الدينية صح كده، وأعيش اللحظة وكأنه آخر يوم اللحظة. لأنه أكيد أنا ربما أودع اليوم أكيد، يعني ما في ربما اليوم بكرة، فكل يوم بحاول يكون كل العلاقات طيبة وأكون متصالحة مع حالي ومع ربي، فهذا الشيء يعني بيخليني أعيش لبكرة أفضل. هي ذكرت نقطة مهمة جدا، نظام الحياة لأي درجة ممكن أنه يساهم بالفعل بأنه يعطي نفسية رائقة نوعا ما، مسألة الاستيقاظ على صلاة الفجر، النوم بعد صلاة العشاء. سبحان الله، هاي السنن على فكرة اللي يعني يشجع عليها ديننا بشكل أو بآخر تنظم الحياة. يمكن فعليا يعني هاي البركة الموجودة بحياتك من الاستيقاظ على صلاة الفجر، يعني احنا بنشوفها مثلا في وجهك، ومسألة أنه الخبرات أكيد السابقة اللي خلت عندك نوع من الرواء في التعاطي مع كل المشاكل. مو كل الحياة حلوة وسعيدة والشمس بالشقة، لا، هي بتجي أشياء يعني صعبة كتير أكيد، وبيمر الواحد بانطفاء، لكن لما بينطفى بيتذكر الواحد أنه هذه اللحظة ستمر أكيد، مهما كبرت مهما عظمت، فقدنا أحباب وطلعنا من الأوطان وتعذبنا وصار معي فشل كتير بحياتي وتعرضت لكتير أزمات شخصية واجتماعية، لكن بالنهاية وقت أطلع أقول هذا الابتلاء وهذا الامتحان رح ينتهي ورح أخذ علامة، رح سلم الورقة آخر يوم والسلام عليكم. هدول الباقيين كلياتهم حقل تجارب رب العالمين علمني منه. نورة، ما فيش عمر ينتهي عنده السعادة أو ينتهي عنده الحب، لذلك اليوم تكون سعيد اليوم وينتهي عنده الحب. دي أنا هسيبك تتكلم فيه، لأن أنت أنا عارفة أن الحياة الخاصة والشخصية فيها تجربة لطيفة جدا. الحب، جيتيني على الحب يا فيروز. اليوم حتكون الحلقة حلوة بالحب. أصدقائي القريبات جدا، فلما مصبح على بعض بيعرفوا نورة بتقول صباح الحب، صباح الشوق، صباح الغرام. أنا ورفقاتي هيك بنحكي. ليه؟ لأنه إذا ما حطينا الحب وصبغناه على حياتنا رح يطغل الكره ورح يطغى القتل والأخبار السيئة والحسد والكلمات السيئة والشتائم اللي حولنا. كل يوم في عنا مشكلة حتحدث لابد، فنحن مفتوحي الصدر إلها، ما في مشكلة تجي نتعامل معها بمرونة وتمضي. أما الناس اللي بيقعدوا بيمسكوا الموضوع هيك بتشبسوا فيه، ليه بغضتني، ليه حجزتني، ليه حكيت معي بطريقة كذا، فحتبقي بنفس الدائرة، حتأذي حالك أنت أولا. فأي شخص بيزعجني في الحياة أول مرة بحكي، تاني مرة، تالتة، ما زبط الموضوع، باي باي بلوك، السلام عليكم، ما عنديش وقت أضيعه. وفعلا في حاجة جميلة جدا لازم كل إنسان يعملها في حياته، الإنسان القريب منك وتحسي مهما كان قربه وتحسي إن هو مصدر طاقة سلبية في حياتك على قد ما تقدر يبعد. العلاقات السامة. العلاقات السامة. وعلى فكرة هي مرحلة مهمة جدا من مراحل تزكية النفس، وباعتقادي إنه أي إنسان يصل إلى منتصف العمر لابد إنه يبدأ يفكر بمرحلة تزكية نفسه، مسألة التخلية من ثم التحلية. يعني من المهم جدا إنه نخلي عنا كثير من الدرانات اللي عالقة فينا، سواء المتعلقة بالأفكار، بالمشاعر، بالسلوكيات، المتعلقة بالعلاقات اللي حوالينا، ونحاول إنه نخلي لحتى نخلي في مجال ل نحلي أنفسنا يعني بالضبط. بشيء جديد. أنا بدي أرجع كمان لنقطة كتير مهمة، لأنه ذكرنا إحنا في البداية كيف أنه المجتمع يؤثر على النساء تحديدا بهذا الموضوع. فيروز سألت نورة سؤال مهم جدا، يمكن البعض رح يفكر لما بسأل أي امرأة مثلا وصلت إلى هذا العمر وشكلها جميل وما إلى ذلك، رح يتوقع أنه تجيبه بعمليات تجميل، لأنه هاي الفكرة صارت يعني أزمة عند النساء، ويعززها الإعلام من ناحية عمليات التجميل، من يسمون بمؤثري مواقع التواصل. للأسف صارت عمليات التجميل منتشرة بتعززها الجلسات، يعني أنا وين ما بقعد مع بنات من جنسيات مختلفة عندهم الحديث عن الفيلر والبوتوكس صار مثل شربة المي، وبيستغربوا أنه أنا عندي رفض تام وقاطع طبعاً لهذه طبعاً الأمور. بقولهم الناس صارت تستغرب لما بحكي لهم أنه أنا بحب تجاعيد عيوني، ترى الشاب حلو والتجاعيد حلوة عادي، دي أنا شخصيتي، دي ملامحي، الناس اللي خليني أكره شيء في ملامحي. فصار بس مين، بس إيش بتكتشفي من جلساتنا مع الناس يا عزة؟ أنه الناس غير محصنة نفسيا بالضبط اتجاه هذه الهجمات. أي كلمة ممكن أنه يعني تحسسك بشيء من الانتقاص للأسف أنها تنتقص. طب ليه؟
بتروح بتحاول تعوض. وين عملية تقدير الذات؟ ده تعويض. وين تقدير الذات؟ أنا بالمناسبة بحب دائما أستخدم مصطلح تقدير الذات عوضا عن الثقة بالنفس، لأنه تقدير الذات في تصالح مع الإيجابيات وتصالح مع السلبيات من غير تعزيز الكبر اللي هو ممكن يودي الإنسان يعني بالهاوية، وممكن في حال إنه فقد هذه الإيجابيات إنه يعني الإنسان يتدمر نفسيا. لا، إحنا نتصالح مع حالتنا جدا جدا. أتصالح مع نفسي وإن أنا أبقى حب ذاتي، ومش هو ده يعني الشيء الوحيد اللي بيبقى في محور حياتي، اني كل شويه ابص في المرايه طلعت لي ايه وما طلعليش ايه. في اولويات في الحياه اسمى بكثير ان انا او يعني تحتاج تفكير اعمق يعني. وبعدين في حاجه اللي بيدخل في مجال انا لازم اعمل دي احسن نكرمتي طلع انا عايز اعمل دي حاجه لا بيبقى ادمان. طب انتوا معلش يعني ما اعرفش يجوز ان انا اذكر ان الفنانه اصاله عامله اكتر من 220 عمليه تجميليه في وشها مؤخرا. عزه ما طلعت حلوه. طب هو طب ده هي طب انت شفتي صورتها؟ لا بص طلع بصلك. خلينا نقول ان في جزء يا جماعه في جزء يعني مباح للتجمل والتزين اساسا. احنا لما بيجي القران وصفنا قال افمن ينشأ في الحليه. احنا مع التجمل لكن في مساحه مشروعه. لكن انا اغير في ملامحي لدرجه ان قدامي بنتي ما تعرفش انا مين. ايوه بس ازاي بس يعني. ده في المقابل برضو ان لا تهملي. طب يعني احنا بنتكلم على ايه؟ الوسطيه وجميله جدا. المواد الطبيعيه بتشكي من ايه يا اولاد؟ صحيح. المواد الطبيعيه حطوا نشا بيزي حطوا مزهر حطوا ماء. انا ضد اهمال المراه لذاتها يعني خصوصا لما بتوصل لسن الأربعين والخمسين. للاسف انه بنلاقي في كثير من النساء في مجتمعاتنا العربيه بيعجزوا حالهم. لا انت عادي اهتمي بنفسك، اهتمي باناقتك، اهتمي بذاتك. ما انت ما زلتي عم بتعيشي عمر شباب ممكن يكون لسه في امامك كمان 50 سنه. لا وبعدين في ممكن تكون متزوجه وزوجها لها ليه حق عليها. طيب إن هو يشوفها جميلة طول الوقت. موقف أنا النهاردة تعرضت له أنا وبنتي. هو هي قاعدة جنبي ومحدش عارف إن هي بنتي، كل اللي داخل فاكرها إن هي أختي الصغيرة. ما شاء الله. والله طيب أهو جميل. هو معنى إن هي بنتي بقت طودي إن أنا بقى أعيش دور الأم محنية الظهر. لا مش هينفع. وبعدين في حاجة ذكرتوني في نقطة من هنا ونقطة من هنا وجابوا يعني فكروني بماما زمان لما كنا أنت عارفة سن التمرد ولكن تقعد تتكلم معايا. يعني انا عندي والدتي دي يعني مهما اتكلمت في النص ربنا مديها طاقه كده غريبه لا تكل ولا تمل سبحان الله. فلدرجه انا اخويا كان دايما يقول لها ماما في اختراع اسمه شريط كاست او سي دي بدل ما تتعبي ممكن نسجل ونسمع. فكانت ماما دايما ما تيجي مثلا تتكلم معايا وانا ما اقتنعش فكنت اجادل. وكان ايه كان دايما بقى في سجال رايح جاي في الكلام ما بيني وما بينها. وفي طب تعالى العمر يعدي وانت بنتك تقعد قدامك وتتكلمي وتحس ان انت في ذاتك بقيتي ماما اللي انت كنت معترض عليها من كذا سنه. بس هل انت بقى عندك نفس الطاقه اللي بتتكلم بيها بقى والدتك والصبر؟ لا يجي بقى من هنا ازمه منتصف العمر تلاقي نفسك صوتك فينا يا عزه. في بعض المواقف فعلا في بعض المواقف انا مش بقدر يعني هو مش صح في نفسي. بس فعلا في بعض المواقف انا بحس ان هو انا صح ومش ديكتاتورية مني بس خوفا من انا عارفه العواقب اللي هتحصل. علمك علمك عزه لما بنتي بتقول نفس الشيء شو بقول لها؟ اعملي اللي بدك اياه. لا ما بعرفش. هل كلمه الاولاد الاربعه هي بتبقى حاجز يعني هادمه أيوة خراب. ماما انت لا عم تقولي لي اعملي اللي بدك اياه معناها مو سالي عني. ماما انا قلت نصيحتي وانا مجرد مش المسؤوليه بالضبط. فبيرجعوا للكلام الصح. بس اقول لك نوره في بعض الاولاد لما بتقولي لهم كده وانت عارفه ان هو لو خاض التجربه عنده ليميت. في بعض الشخصيات ممكن تحسي مش على مستوى احنا الشخصي يعني بكلم عامه في اولاد لو انت قلتي له اعمل اللي انت عايزه هيخطا وخطا كبير. هذه بتجي بالتدريج. احساس بايه بقى؟ ثواني. ما بتجي فجاه. لا هقول لك انا بالذات الصبيان الاولاد لو انت قلتي له كده في باله هو مرحلته العمريه انا هعمل كده وهثبت لماما ان انا ادي الكلمه اللي انا عملتها. فده التحدي اللي بيبقى موجود في البيت اللي هو تحدي الاجيال. الانسان لازم يسدد ويقارب يعني يكون في متوازن بالتربيه. ففي امور هسيبها تجرب او هسيبه يجرب ويكتسب الخبره الصحيحه من الخطا اللي هيحصل. على فكره ولكن في منتصف العمر التعامل مع الابناء بيختلف تماما. يعني هي بتيجي عند نقطه وتشعر ان هي لازم تنسحب، لازم تترك ليهم المساحه الكامله والمساحه الكافيه. وعشان كده
وعشان كده هي بتصاب باحباط ان دورها انتهى كأم، دورها انتهى كزوجة، دورها انتهى. الحاجات اللي انت قلتيها في الاول اللي احنا من واحنا صغيرين بيقولوا لنا يا رب اشوفك بالفستان الابيض، وكان الفستان الابيض فعلا زي ما بيتكتب في الافلام ذا اند النهايه. فلا يعني ان كانت ان كان سن الأربعين نهايه لمرحله فهو بدايه لمرحله ثانيه. الجمال بقى ان احنا نتيقن ان احنا لسنا ابديين، احنا مش مخلدين، احنا ممتدين. انا اليوم بمسك فيه احفادي الاربعه وبحطهم بحضني، ما شاء الله. يعني بشعر بنكت الدنيا، يعني جمال الامومه شكل وجمال ان تكوني جد شيء ثاني. فتنوع في الحياه، تنوع في العمر، تنوع بالخيرات اللي بيعطينا يا رب العالمين. ليه اعتبر اني كوني جد معناتها انا انتهى دوري كأم؟ بالعكس، صار عندي دورين، دور انه اكون ام وام ثانيه مع كنتي اللي هي زوجة ابني، واكون ام مع بنت مع صهري اللي هو زوج ابني بنتي. فاعلمهم ايضا اساليب جميله وجديده في التعامل مع الاحفاد، والاحفاد لما يجوا حجري املك الدنيا وما فيها، في ادوار جميله.